جمعه الفرح يا غالية. درنا وقفه صباح وقفه صباحيه امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مباشره مشينا بعدما جوبهنا بالتدخل الامني وبالاذان الصماء، مشينا لوزاره التربيه الوطنيه ونسقنا مع التنسيقيه ديال الخريجين التربيه، ودرنا وقفه امام وزاره التربيه الوطنيه وجوبهنا الاذان الصماء. بعدها جئنا امام البرلمان باش نوصلوا الصوت ديالنا لهاد المسؤولين. الملف ديالنا المطلبي راه عادل ومشروع، راه منذ سنه والزياده وحنا خارجين الميدان، راه منذ سنه، راه عيب وعار وحشومه على هاد المسؤولين. لحد الساعه الحقوق ديالنا راه مهضومه، اما غنبقاوش نمشيو نجيو، راه خصكم ديروا معنا حل عادل ومنصف لهاد الاطر هذه. هاد الاطر هذه التي اقصيت بغير وجه حق، هذه غتبقى وسط مطعار في جبين هذا الوطن، في هاد المسؤولين هادو، هاد المسؤولين الا مسؤولين اللي كيعتبروا راسهم مسؤولين للاسف الشديد، خيبوا امل هاد الاطر هذه، اقصاء ممنهج، الا انهم من ابناء الشعب. حنا بغينا الحق ديالنا العادل والمشروع في التوظيف المباشر. نتواجد اليوم في الرباط من اجل ماذا؟ من اجل النضال، من اجل اسقاط، كنا نناضل كأطر خريجي المدارس العليا للاساتذه وكلية علوم التربيه على اسقاط شرط السن المجحف في حقنا. نتفاجأ ان الوزاره لم تصغي لنا، وبالرغم ان الموارد البشريه اعطتنا وعد على اساس اننا سنكون حاله استثناء، للاسف كنا حاله استثناء بشكل سلبي، لن نقول بشكل ايجابي. اذا كانت الوزاره في شخص بن موسى وزير التربيه الوطنيه اقصانا بسبب السن ويرى اننا لا نصلح لمهنه التعليم، نطالبه بالبديل الحقيقي لابناء الشعب وبنات الشعب. لا يعقل اننا حاصلين وخريجين مدارس العليا للاساتذه ومدارس وكليه علوم التربيه نعاني من البطاله ونعاني من الاقصاء والتهميش. الوزير وهي مناشده صريحه من ابن الشعب وابن الطبقه الشعبيه، البديل لهذه الاطر. وتحيه نضاليه لعموم المناضلين والمناضلات والاطر الصامده والمناضله في شوارع الرباط. لن نبرح هذا المكان، سنعود يوم وغد وغد حتى تحقيق حقوقنا ومكاسبنا، وشكرا. احنا الاطر على المعطله حملت شهادات الماستر نعاني من الاقصاء والتهميش، الاقصاء من جهه مباريات اخر مباراه التعليم. احنا كشهاده الماستر ما عندنا حتى الدوله او الحكومه عفوا الوزاره المعنيه لا تعترف بهذه الشهاده، وهذه الشهاده اللي هي زياده في اننا تعمقنا في التخصص ديال الماده ما اعترفتش بها، ليس لها الحق بهذا. هذا من جهه. وكنعانيو ايضا من تقدير المناصب، منصب واحد او جوج على المستوى الوطني كنتسناو من العام لعام. لهذا حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله رئيس الحكومه انه يصحح هذه الاستراتيجيه اللي ماشيه بها الحكومه، اللي هي استراتيجيه غالطه جدا، اللي اساسا هو اقصاء الخريجين واقصاء اطر العليا حاملي شهادات الماستر. ما محلنا نحن كاطر عليا من هذا المنبر نناشد جلاله الملك نصره الله واياده ان يتدخل بتعليماته الساميه واعطائه اوامره المطاعه والمسموعه للجهات المسؤوله لحل ملفنا المطلبي. حنا عام من الزمن في الشتاء في البرد مرضنا نفسيا وعضويا بدون اي حوار بجهات مسؤوله كتمارس في حقنا سياسه تماطل وتهميش، وهذا ماشي من حقهم، لانهم الحكومه جات عن طريقنا حنا اللي صوتنا عليها باش تخدمنا حنا كشعب بناء على البرامج الانتخابيه ديالها. فبان الوقت اللي خدات الحكومه زمام الامور اول حاجه دارتها هو انها اعطتنا بالتغاطي والاذان الصماء للعطر العليا وخاصه مشكل بطاله.